أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم الصماق إفطاراً خيرياً في عمان. حضره الإرشمندريت بسام شحديت النائب الأسقف العام لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن وممثلو الشبيبة والأخوية والمجموعات الكشفية من عدة رعاية في المملكة. وافتتح الأب شحديت الفطور بالصلاة داعين الرب أن يبارك هذا اللقاء ويبارك الحاضرين فيه. وتخلل الفطور إجراء مسابقات خفيفة وتقديم جوائز تشجيعية للفائزين، كما أقيمت فقرات ترفيهية أتحفت العائلات المشاركة والأطفال المرافقين لذويهم. جينا اليوم على فطور مجموعة كشافة مرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم الصماق الخيري، هدفه خيري جدا، هو للعائلات الفقيرة والمحتاجة والأقل حظا. جينا في مطعم الصالة الدمشقية أنا والعائلة الكريمة. We came from the North Pole. صراحة الأجواء كثير ميلادية فخمة، مش ناسيين طفل المغارة اللي هو أساس الميلاد. إحنا جايين هون ننشر البهجة، ننشر المحبة وننشر العطاء. بنشكر شبيبة كنيسة الروم الكاثوليك بأم الصماق على هذا النشاط، فعلا نشاط بجمع العائلة المقدسة، العائلة المسيحية اللي دائما المسيح بيحكي عنها في الإنجيل وفي الكتاب المقدس، عائلة المسيح، جو المسيح، جو مسيحي حقيقي، جو فرح، محبة، سلام. وبتمنى السلام يعم لكل الدول العربية والمسيحية، والأردن تكون فعلا هي النموذج للعيش المشترك في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.